يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل متابعة الدروس عن طريق الأنترنت يحصل بذلك الأجر كالحضور إلى المسجد؟ يحصل له من الأجر بقدر النية وقدر الاستفادة، لكن حضوره في المسجد واستماعه وسماع الدرس لا شك أنه أثبت وأحسن، ويحصل له الأجر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله دون كتاب الله ويتدارسونه وبينه آخر الحديث، يحصل له الأجر إذا حضر إلى المسجد. نعم.